دكتور تبارك الرحمن، أنت يعني في مجال مميز ومختلف وجديد، يعني اليوم استشراف المستقبل. كلمنا عن هذا المجال شوي وليش اخترته؟ بالأساس أن أنا دائما أحب أبحث عن شيء جديد وأكون شوية في عندي انفرادية في المواضيع اللي اختارها، سواء كانت مشاريعي أو تخصصاتي أو المهارات حتى اللي اختارها. كانت رحلة، ويعني هو توفيق من الله في الأمانة، يعني هي رحلة أن أنا للبحث عن شيء جديد أدرسه. ويوم بحثت أشياء كثيرة، تخصصات كثيرة، كانت الفترة أنا أتكلم عن الفترة 2013-2014، كانت تخصصات كثيرة موجودة في المنطقة لكن مستهلكة موجودة. فاكتشفت شيء اسمه الدراسات المستقبلية، وليس استشراف مستقبل في البداية، كانت دراسات مستقبلية شفت أقرب لي أنا كسليمان، لأن أنا أحب التخطيط، أحب الصبر، أحب أن يكون كل شيء جاهز. هذا كله مواصفات مستشرف المستقبل. حلو. فعجبني تخصص وبديت أتعمق فيه أكثر، وبعدين قررت أن أنا يكون هو هذا تخصص حياتي. أقول شيء جميل، اختيار موفق. يعني دكتور أنت شفت أن عندك هذه الصفات اللي لازم تكون موجودة بالشخص اللي يدخل في هذا المجال. صحيح. إنزين، اليوم تبارك الرحمن يعني تشغل 3 مناصب، في نفس الوقت مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وأيضا المشرف العام على خطة الفجيرة 2026، وبعد رئيس مؤسسة في أبوظبي لاستشراف المستقبل. صح. يعني تبارك الرحمن في كذا مكان، يعني كيف تقدر أنك أنت توازن ما بين كل هذه الأعمال؟ صح، الوضع صعب، لكن في معادلة دائما أنا أقولها لهم. أول شيء توفيق الله دائما. نعم. شيء ثاني فريق العمل، فريق العمل الناجح اللي أنت تختاره من البداية هو اللي بيرفعك، هو اللي بينزلك. فاختياراتي لفريق العمل جدا يعني كبيرة، وخاصة يعني 3 أماكن اللي ذكرتيها كل فريق عمل موجود فيها يمكن يعني ينافس فريق العمل الثاني. نعم. أنا أعطي التوجهات الرئيسية، الأفكار الرئيسية، المحركات الرئيسية اللي أنا بيكون هذا الشيء بهذا الاتجاه. والمعادلة أو النقطة الثالثة من هاي المعادلة اللي هي المهارات. نعم. فتعددية المهارات لك أنت اللي تدير هذه الأشخاص أو هذه المنظومات لازم تكون متعددة. فلازم تكون عندك مهارة التحليل، مهارة الصبر، مهارة إدارة الوقت بكفاءة، مهارة إدارة الموارد البشرية. فأنت لازم تلم بهاي النقاط الثلاثة من المعادلة، اللي هو أنك أنت توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا دائما أساسي، فريق عمل ناجح لازم يكون عندك مهارات متعددة. جميل.